السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. If coronavirus doesn't leave Ramadan, we'll wash it away because it's the month of mercy, inshallah. When Ramadan begins, the gate of paradise are opened. Today I will be reciting Darood Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.